ومناسبه كاس العالم للانديه، لانه اسمحوا لي ما جاتليش فرصه اتكلم على ابطال مصر في كره اليد. يعني الحقيقه الناس دي لابد انها تاخد حقها، وعلى الرغم ان هم خرجوا من دور الثمانيه، وعلى الرغم ان هم احتلوا المركز السابع، وده كان مركز يعني لا يليق بحجم موهبتهم وحجم قدراتهم، كنا نتمنى ليهم افضل من كده، الا انه الاكيد انه الفريق ده حظى باحترام وتقدير الشعب المصري بالكامل. ما قصرتوش، عملتوا اللي عليكم وزياده، وشرفتونا رغم الخروج، ورفعتوا اسم مصر عالي جدا، واعتقد انه المصريين ما اتضايقوش ابد من خروج من بطوله كاس العالم للانديه على ايد الدنمارك بعد مباراه قويه وماراثون الحقيقه شاد بيه العالم كله. كتير من المنتخبات الموجوده على ارض مصر هنا احترمت بشكل كبير جدا واحتفلت بشكل كبير جدا من المنتخب المصري حتى بعد خروجه. مشواركم لسه ما انتهاش، انا بقول انه ده بدايه، واعتقد ان القادم باذن الله هيكون افضل. الحقيقه فعلا العالم كله كان بيتكلم على قد ايه المنتخب الوطني كان مقدم مباراه رائعه، والحقيقه انا شايفه ان احنا كنا نستحق الفوز، واعتقد كتير يتفق معايا في الموضوع ده، ولكن كان فعلا خروج مشرف، ويعني الرجاله دول شرفونا، واحنا بنتكلم على ان احنا كنا بنلعب بطل العالم وشفنا الاداء ده، وزي ما احمد قال هي بدايه.